قال نقطة مهمة جدا مهمة جدا وهي انه الثورة مش في الميادين بس، ثورة قلبها الميادين حتى الان، انما الثورة بتنتقل واحنا شايفينها قدامنا، بتنتقل للمصانع، بتنتقل للاحياء، بتنتقل لمناطق الفقراء، بتنتقل للمظاهرات عشان البوتاجاز، مظاهرات عشان البنزين، بتنتقل للمواقع اللي فيها اضرابات في كل مكان. فرهان النظام على انه يقدر يحاصر الثورة في الميادين رهان خاسر، يعني ده رهانهم ان هم يحاصروها في الثورة ويقول لك ده شباب ومعطلين الدنيا ومش عارف. رهاننا احنا على الجانب الاخر انه الثورة تمتد بالفعل وتنتشر بالفعل وتبقى موجودة مش بس في كل الميادين، مش بس في كل ميادين مصر، في كل مصانع مصر، في كل قرى مصر، في كل الاحياء الفقيرة اللي في مصر. وده بيستدعي لو احنا جادين في ده التنظيم، بيستدعي ان احنا نبني اكبر تنظيم ثوري ممكن عشان نقدر نربط كل القطاعات دي ببعض، مش بس القطاعات دي بمعنى القطاعات الاجتماعيه، الناس اللي بتتظاهر عشان البوتاجاز ولا البنزين ولا الاجور ولا التثبيت وكل الحاجات اللي هي محركه الناس، كمان القطاعات المضطهده في المجتمع. احنا لاول مره في مصر في مظاهرات من عشرات الالاف من فقراء الاقباط السنه اللي فاتت دي، شفنا حاجه ما اتشافتش من غالبا من مئات السنين، يعني انه عشرات الالاف من شباب الاقباط ضد قرارات الكنيسه، ضد قرارات المؤسسه الدينيه، نازلين بيطالبوا بحقوقهم، بيطالبوا بالمساواه. احنا من اسابيع شفنا اكبر واهم مظاهرات نسائيه من سنه 1919، حاجه ما كانش حد يتخيلها، ومش بس في القاهرة، في القاهرة واسكندرية ومدن أخرى. فالربط ده كله ببعضه، ربط النساء اللي ابتدوا يتحركوا ضد كل الظلم والقهر والاضطهاد اللي بيعانوا من المسيحيين، اللي ابتدوا يتحركوا للمساواة، عايزين يتساووا بالمسلمين في الحقوق وفي الواجبات وفي كل حاجة. النوبيين حتى كان يصدق انه اهل النوبة يقوموا ويحرقوا محافظة اسوان، مبنى محافظة اسوان ويحصروه ويلقفوا. كل القطاعات المضطهدة، سينا رقم ايه 14 مرة يفجروا خط الانابيب بتاع الغاز الطبيعي، هم بيفجروه مش بس لاسباب وطنية، لانهم قطاع مهمش تهميش رهيب من عشرات السنين، مش واخدين اي حاجة. يعني سينا دي على قد ما فيها من بترول وغاز طبيعي وسياحة بتضر المليارات على مصر، اهل سينا دولت مش لاقيين اللضا. كل القطاعات دي محتاجة تنضم للثورة، محتاجة هي موجودة في الثورة، هي جزء من الثورة، بس مش مربوطة ببعضها، مش مربوطة بالميادين، مش مربوطة بالحركة العمالية، مش مربوطة بالشباب اللي بيقف قدام مجلس الشعب ومجلس الوزراء الى اخره. محتاجين نربط كل الحاجات دي ببعض. عشان كده ده جزء من المهمة اللي علينا دلوقتي، ان احنا نبني اكبر تنظيم ثوري ممكن يربط ما بين، يبقى منبر حقيقي لكل القطاعات المضطهدة وكل القطاعات المستغلة وكل القطاعات اللي عايزة الثورة المصرية تستمر للآخر، تستمر لتحقيق اهدافها.